نبقى في المغرب، حيث عقدت جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية ندوة صحفية بالدار البيضاء اليوم لطرح الخطوط العريضة بشأن المناظرة التي ستجرى ما بين 10 و12 من شهر أكتوبر المقبل، ذلك بحضور أزيد من 400 مشارك بينهم خبراء مغاربة وأجانب في مجال الأنظمة المعلوماتية. للمزيد ينضم إلينا من الدار البيضاء عبر الأقمار الصناعية السيد محمد بنيسي، رئيس جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب. سيد بنيسي، يعني بداية، بعد النجاح الذي عرفته الدورة الأولى التي انعقدت في يونيو 2010، ما الجديد الذي يميز مناظرة هذه السنة ومحاورها الأساسية؟ أولا شكرا على الدعوة ديالكم، وصحح فقط الاسم، يعني محمد بنيس ماشي محمد بنيسي. بالنسبة ما كاين مشكل، بالنسبة للمناظرة اللي تعقدت في 2010، كان الهدف ديال الجمعية ديالنا هو أنه تجميع جميع الفاعلين والمتخصصين والمستعملين الأنظمة المعلوماتية في المغرب لكي نعطي رسالة مهمة، وأنه الشأن ديال المغرب الرقمي ليس حكرا فقط على أصحاب القرار، ولكن على الجميع انخراط في هذا المشروع الهام بالنسبة للبلد ديالنا، بالنسبة للنمو ديال البلد ديالنا، وأن جميع المتخصصين وكذلك المستعملين اللي كتمثلهم الآن الجمعية ديال لوزيم ديال المستعملين الأنظمة المعلوماتية في المغرب، لكي ينخرط الجميع في هذا المشروع، ولكي نعطي المثل شركات كبرى أو متوسطة أو قطاع عام باستعمال جيد ولصالح نمو الشركات ديالنا والمغرب ديالنا. والحمد لله بفضل يعني المساهمه ديال الخبراء اللي كانوا في حضروا المدينه مراكش وجميع الاطر المغربيه في هذا المجال، اتاح لنا بانه نسلطوا الضوء على جميع الاشكاليات وجميع الفرص اللي كانت اتاحها في ذاك الوقت اللي كان انطلاق ديال المشروع المغرب الرقمي 2013. والحمد لله كانت مناظره يعني دازت في احسن ما يرام. الان بالنسبه للمناظره ديال 2012 يعني اللي غادي تنعقد في مراكش ان شاء الله في ما بين 10 و12 اكتوبر، يعني اولا تجديد ديال الاهتمام ديال الجمعيه ديالنا بالمجال الرقمي في المغرب، واللي كاين نسلط الضوء على مده 3 ايام على جميع المبادرات والان اللي عرفتها البلاد ديالنا، وكذلك يعني غادي نتحدثوا على موضوع مهم جدا اللي هو المقاوله الرقميه. الان الجميع يتكلم على الميدان الرقمي واستعمال. طيب في هذا الإطار أستاذ بنيس، يعني ما هي القيمة المضافة لهذه المناظرة بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم الأنظمة المعلوماتية؟ كما قلت يعني بالنسبه للمجال الرقمي في البلاد ديالنا، الحمد لله الان عندنا البنيه التحتيه، عندنا تطور كبير كيعرفوا قطاع الاتصالات مثلا من اجل الولوج الى الانترنت او الولوج الى يعني الانظمه المعلوماتيه كيف كان في الشركات او في الميدان العمومي. يعني الان البلاد ديالنا كتوفر الحمد لله على بنيه تحتيه مهمه لا في مجال الاتصالات ولا حتى في مجال ديال التجهيز بالنسبه للمقاولات ديالنا، بحيث الان حسب المعطيات ديال لاين ار تي ديال الوكاله متخصصة في الاتصالات ديال 2011 كتقول بان الان الشركات ديالنا كتوفر على 83% ديال التجهيز ديال المستعملين ديال الشركات المعدل في المغرب، عندهم يعني كمبيوتر ويمكن لهم يعني 75% ديالهم يعني عندهم الاتصال بشبكات الانترنت. هذا يعني كيدل بان هناك فرص حقيقيه بالنسبه للبلد ديالنا لتطوير هذه البنيه التحتيه من جهه، وكذلك استعمال الحقيقي يعني البرامج واللي كي تدخل الشركات المغربيه والمقاولات المغربيه الى مجال الرقمي. وكذلك بالنسبه للبلد ديالنا، يعني هناك يعني الكثير من المناظرات والندوات، هذه المناظرات غادي تجمع ان شاء الله جميع الخبراء والفاعلين في البلد ديالنا وكذلك الخبراء الاجانب اللي غادي يجيو يشاركونا هاد الندوه باش نعطيو يعني امثله حقيقيه كيفاش المقاوله المتوسطه والصغيره في المغرب يمكن لها تولج باقل ثمن ممكن الى الميدان الرقمي، وكيفاش يمكن تتواصل مع الزبناء ديالها وتكون عندها يعني حضور مثلا في الانترنت ويكون عندها يعني استفاده يعني ديال هذا الميدان الرقمي، استفاده على النمو ديال الشركات ديالنا. يعني الان في هذا يعني المجال كنشوفوا يوميا ارقام وبالنسبه للاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصاد الوطني بانه يعني الجميع يخصو يزيد القدام، وحنا يعني الهدف ديالنا هو انه ولا بد نعتمدوا على الميدان الرقمي وما يكونش فقط يعني كنشوفوا له بحال تكلفه
بالنسبه للشركه ديالنا او تكلفه بالنسبه للبلد ديالنا، بالعكس بل هو يعني فرصه حقيقيه اللي كتتاح للمغرب في هذا الفرص في هذا الوقت بالضبط، لكي ينخرط الجميع ونسير للامام. نعم. ويكون النمو ديالنا فيه طرف يعني فيه واحد النسبه مهمه كتجي من الميدان الرقمي في البلد ديالنا. السيد محمد بن نيس رئيس جمعيه مستعملي الانظمه المعلوماتيه بالمغرب، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا على الدعوه.